سيادة اللواء، يعني عايزاك تقيم لي ما حدث اليوم من محاولة إرهابية فاشلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لزملاء العمل في الاستوديو، تحية للمشاهد الكريم. أما أرواح الشهداء فهي مسؤولية في رقبتنا كلنا. أستاذ ريهام، الأرض اللي بيروح فيها شهدائي مش أول مرة ومش آخر مرة. من 48 56 67 73 النهاردة عندي شهداء. 60,000 كيلومتر مربع اللي الدنيا عينها عليهم جوه سيناء قدمنا فيها شهداء وهنقدم شهداء، بس كل الشهداء دول بيبلغونا برساله. احنا ارواحنا لا قيمه لها تجاه هذا البلد. احنا قدمنا ارواحنا وبنقدم ارواحنا، وفي ناس جايه ورانا تقدم ارواحها عشان مصر ما تتهزش من مكانها. حافظوا يا مصريين على الارض اللي انا رحت عشانها. انتوا معاكم هويه مصريه. انتوا مسؤولين عن هذه الارض وهذا البلد. هذه الرسالة انا بقولها لكل انسان مصري، كل شهيد في قبره غير قادر على الصراخ، بيقول لكم يا مصريين شيلوا الامانة، انا سبت الدنيا ومش عايز حاجة منها، ورحبت بالشهادة عشان الارض دي تفضل مصرية لحد اخر يوم في حياة الدنيا كلها. احنا يا شهداء شايلين الامانة، وكل مصري عارف قيمة ما قدمتموه، ومش ممكن هنفرط. كل اللي بيتم يا أستاذة ريهام عشان أطمن إنسان مصري، يا مصريين هل عمركم شفتوا بلد أيا كان حجمها أو عدد سكانها أو اقتصادها أو مشاكلها قدر إرهاب يغيرها؟ قدر إرهاب يغير هويتها، يغير نظامها؟ حتى لو هي بلد فيها مليون إنسان ومساحتها 10,000 كيلومتر مربع، في الواقع لا. هل الإرهاب هينجح في انه ينفذ مهامه؟ لا. هل هنقدر، هل اللي قاله البلتاجي وانا باوغر صدر المصريين تجاه الاخوان اللي بيصدروا لنا هذه المشاكل، هل لما قال كل ما يحدث في سيناء يتوقف فور عوده محمد مرسي للحكم، هو ده كان يقصد هذا الكلام؟ كل اللي قاله الانسان اللي كان اسمه عاكف وقال ان ما قيمة الوطن ده حفن التراب عافنا. انا بفكركم يا مصريين بالبلاد اللي بالبلد اللي كل الكتب السماوية ذكرها، ذكرت بشكل او اخر. بقول مش العملية دي بس، في عمليات تالية، محاولات تغيير هوية سيناء هتظل مستمرة. دايما بنسأل المصريين سؤال عشان ما يندهكش عليه، اشمعنى سيناء اللي الارهاب بيتم فيها بهذه الكيفية؟ ليه مش في أسيوط؟ ليه مش في البحيرة؟ ليه مش في الصحراء الغربية؟ اشمعنى سيناء؟ لأن هي سيناء اللي مطلوب، هي المستهدفة عشان تتحول، عشان يفصلوها عن مصر. هم قالوا تبقى إمارة إسلامية، صحيح. إنما الإنسان المصري قال لهذا ومفيش إرهاب هيغير نظام.